من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا، قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا، وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا. من أجلك يا من أجلك نبدأ بسم الله. لأن عمي محمد معوش فريق جبهة التحرير الوطني وفريق أسطوري فريق تاريخي كان يدافع على قضية عادلة طبيعة الحال. كيفاش كانت الفكرة تاع إنشاء هذا الفريق هذا المنتخب إن صح التعبير مثل القضية الجزائرية؟ أولا شكرا جزيلا ومرحبا بكم في هذا المركز للفريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم جنان تونس، وراكو تشوفوا حاجة ما شاء الله، وحنا ماذا بينا مازال نزيدو نشوفوا باش يزم يتسقم والناس يجيو الغاشي يجيو لهنايا. ها ما ضرب راكو تشوفوا بعينيكم، ما واش حاجة تاع نقولوا ها ما شاء الله، ما ضرب ما شاء الله. ومازال ان شاء الله نتمناو ان شاء الله مع سيدي الوالي الولاية مع البلدية بشوية بشوية، الوالي الديليغي كذلك الوالي منتظر والوالي الجزائر الكبرى، ان شاء الله احنا نتمناو هذا المضرب هذا يكون للشعب الكل يجي ويتفرجوا ويزهوا مع اولادهم، وان شاء الله هذا نتمناو ان شاء الله. هذا هو الفريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم معروف في العالم ونهضروا عليه كثير. وكيف تأسس نحكي ونبدأ من البداية كيف تأسس هذا الفريق جبهة التحرير الوطني. هي الأولى كان مهرجان في موسكو في 57، ومبان نوري لكم التصوار وشهادات، ما نهضروش بلا شهادة، ما نهضروش، ما يلزمش بنادم يزيد ولا ينقص. مهرجان الطلبة فيستيفال مونديال دو لا جونيس وطلبة بيان سور. هذا كيفاش كان الحال؟ كان بومزرق الله يرحمه ويسع عليه، أخ بومزرق محمد المقراني، وكان معاه مولاي الطاهر. هذا مولاي الطاهر اللي كان يستكلف بطلبة نتاعنا في فرنسا في المطعم 115 بولفار سان ميشيل، هو اللي كان يستكلف بالدكتور هذا الدكتور مولاي الطاهر من سعيدة الله يرحمه ويسع عليه. جاتو رسالة منين ما نكذبش عليك ما قاليش باش يوجدوا فريق والشبيبة يروحوا لجمع. لجمع هي لونيون جينيرال دي زيتيديون ميزولمان الجزائريين، هذيك هكذا كان الحال. بون مع ملي اتصل مع شاف عرف بلي عرف بومزرق. بومزرق هو القديم فينا وكان عنده ديجا لعب شويه، ما لعبش بزاف كرة القدم، ما بصح عنده ديبلوم دونترينور. دونك اتصل به مولاي الطاهر قال له شوف هذيك انا عندي رساله عام عرض لجمع مي سي توجور سو لي جيت دو اف ال ان، راك عارف باش الدعوه تكاموفلي شويه، ما قالوش اف ال ان مع فرنسا شويه صعيبه هذاك الوقت، يعني لجمع لونيون جينيرال الطلبه الجزائريين. هذا ما كان هكذا كان الحال، لقط شويه لاعبين منا. كان معاه خميستي الله يرحمه محمد خميستي، كان معاه طالب شعيب اللي كان مسؤول سياسي ومن بعد نهضروا عليه، وكان فرجيوي هذا راه مازالوا في قسمتين الله يطول العمر ان شاء الله، قالوا لي راه مازالوا في قسمتين. ها كيفاش كان؟ دونك اتصل بومزرق قال له يلزم توجد فريق خفيف معليش بليزاماتور برك، ما كانوش محترفين، حتى محترف ما كان فيه. هكذا كان الحال، الفريق هذا راح لهذا المهرجان هذايا في موسكو، دار دور ما شاء الله اتسيتيرا، ومولين كملوا المهرجان. بومزرق جاتو فكره هذه عدميه باسكو كي نخمم بالذوق، قال لك علاش ما نديرش فريق، ما نكونش فريق بالمحترفين. هذاك الوقت كنا كثير، كنا 41 محترف في فرنسا. هكذا كان الحال،
كي الحق يشوف الفكره تاعو ما شاء الله الله يرحمه ويسع عليه. اتصل باللعاب الاول هو بن تيفور كبير فينا وكان مناضل كبير في نيس. حكى له واش حكاو بيناتهم ما نقدرش نقول. هو اللي قال لي اصلت بن تيفور هو الاول دوك باش حكاو بيناتهم ربي عالم. هكذا كان الحال. من بعد اتصل بالعريبي هذو لي زونسيا وكل العريبي كان حبس البالون كبير الله يرحمهم الكل. بعد العريبي كوم باغازار تلاقينا في باريس وانا في الجيش الفرنساوي مع مخلوفي. كنا في الجيش الفرنساوي كنا كيما ولينا من الاخر من ارجنتينا لعبنا ربحنا الكاس العالم فرنسا اللي ربحت مخلوفي هو اللي ربحه. الله يذكره بالخير قالوا لي راه عيان من بزاف راه مريض. الله يذكره بالخير وان شاء الله يشوفوه بخير وعلى خير هنا يشوفنا. هكذا كان الحل. ابدا بشويه واتصل كوم باغازار نقولها ونعاودها. انا خارج من المترو سان ميشيل وتلاقيت مع ابو مزرق. ها كيفاش السبه. صافا صافا لاباس كاش راك لاباس بخير الحمد لله. وانا توني تاع الباتايون جوانفيل العسكري قال لي عندي اتحاد مع العريبي في قهوه لوكسمبور هذه شويه فوق وكل على بولفار سان ميشيل. قال لي طلعنا بشويه بشويه لحقنا صبنا مختار الله يرحمه شربنا قهوي قازوزات ما با قهوي قصرنا شويه بصح ما قال لي والو. ما قال لي واش كيفاش الحاله. قلت انا كل اربعه نخرج عندي بيرميسيون سبيكتاك كيما نقولوا لازم على 10 تاع الليل ندخل باسكو الباتاي جوانفيل كانت الدعوه مزيره لي انترناسيونو فرونسي وكل تماتيك. لي سمعت لي تينانسكي لي مخلوفي لي فيريي لي هذا كبار كاش باتايون جوانفيل هو كيما هنا دوك لو مابس نجيبو كل او لو مابس خدام من هي هذا هو الرياضه العسكريه سي كوم سا. والحمد لله هكذا كان الحل. قلت انا كل اربعه اما قال لي كل اربعه نتلاقاو هنا على 6 تاع العشيه. الاربعه الاولى والو الثانيه والو الثالثه بو مزرق ولا علي بي قاعدين. جا بو مزرق قاعد قال لي واش تخمم لو كان نكونوا فريق بالمحترفين ونروحوا لتونس. قلت له هذه فكره عالميه. قال لي ما بصح الهضره ما كاش. هاي اللي كيفاش بدات بدينا نخدموا نتلاقاو كل اربعه كل اربعه نتلاقاو نقصروا. هو يدير ديما قبالت الباب كي يشوف ذاك الوقت حكيتها شحال من خطره كي يشوف شابو مو نعرفوهم بالكاباردين وما بوليسيه تاع فرنسا غير يشوف واحد كاباردين وشابو مو يدور يخايل بزاف. بومدرك الله يرحمه ويسع عليه ما بصح تجيني يقولنا هضروا فرنساويه باش ايه وانا ما يعرفونيش ولا عربي ولا عسكري ما ذاك الوقت الحق نوريك الصور ما كاش اللي يقول لك عربي ولا ماشي الحمد لله با كنا شحال هكذاك ماشي واحد ماشي زوج ما اوكون ديفيرونس مع القوريه مع الرومي. هكذا كان الحال كل اربعه بي واحد نهار قالنا بون نهار جمعه اجتماع اكسيتيرا كيفاش قال لك لا نهار جمعه اجتماع وحنا الموتيل تاعو كان اجتماع بو مزرق العربي ولا هذاك النهار خدا قرار قال لك سيتي لو 10 لو 10 لو 10 لو 11 لو 11 افريل لقينا قال لك لو 13 افريل ديبار كيفاش؟ هايديك قال لك كاين ماتش مباراة الأولى كاين موناكو مع أونجي خمس لاعبين من تم يروحوا للطليان خمس دقائق كان زيتوني بن تيفور بو بكر وقدور مخلوفي وعمر رويل يلعب في أونجي دونك من تم هربوا راحوا للطليان. المباراة الثانية كانت ما بين سان تيتيان و اسمهم وبيزي سان تيتيان بيزي عمارة يلعب في بيزي مي مكانش سامع مكانش سامع وكل كان مخلوفي وكرمالي والعريبي باسكو كرمالي ما لعبش مع ليون راح لسان تيتيان باش يستنى مخلوفي. ومباراة الثالثة كانت ما بين رانس وين نلعب انايا وتولوز
تولوز كان براهيمي بوشوك وانا دونك هادو هما 11 الاولين اللي باش يقلعوا نتلاقاو في سويسرا الاوتيل بوفي لا غار بريمير كلاس في لوزان على 7 تاع الصباح. مباراه سانتيتيان بيزيي مخلوفين جرح بومزرق باش نتلاقاو حنا في باريس ما بين بوشوك ابراهيمي وانا وبومزرق. انا لحقت لباري غار دو ليون راني نستنى شمان دي فير باش تقلع على 10 تاع الليل على 10 و5 ماش حتى واحد لا بوشوك لا ابراهيمي لا بومزرق ومتفاهمين. يقول لك بومزرق قال لنا سي لي زانستركسيون هو المعلم قالنا بالك واحد يشوف فيه ولا يهضر معاه نتلاقاو انا ما تعرفني ما نعرفك هكذا كان الحال باش بنادم يعني نستنى ما كان حتى واحد. خديت ترى 10h 22h 05 ما لحقت انا سويسرا صباح على 7 هاني نستنى بفير لاكار 7 8 9 10 11 12 ما كان حتى واحد. عييت باش شريت جران طاليان باش يقولوا هذا ما طالياني ماشي شوف بلاي طالياني بون هذاك الوقت من عندما كنا خايفين لا ماروج دي ماشا ما تحصيش ما جا حتى واحد. سنيت حتى 9:30 تاع الليل قلت لك اش ما ندير في الموديال فرنسا كيف كيف 22h05 على 10h05 خديتها لحقت لباريس صباح جابريج لحقت ليل كامل هنا في الترا ماشينا جيت خارج كي لحقت فاليزا في يدي خارج لي بيعوا الجرانين لي كيوسك هذوك ونشوف ليكيب 10 لاعبين جزائريين لحقوا لتونس و الانترناسيونال لو ميليتير ماهوش انتروفابل واش ندير. سقسيت تما ديك واحد قلت له ماكاش ماشينات تروح سويسرا قال لي لا كاين وحده من لاكار دو ليست هكذا كان الحال. خديت الطاكسي جوج هاني رايح هذيك الماشينه هذيك تروح ديريكت ما تحبش بال حتى سلوي سلوي هي الحدود ما بين فرنسا وسويسرا تماتيك كونترول حبس الماشينه تحبس يطلع واحد من بوليسي ودواني بوليسي ودواني وكلش اوتوماتيك ما عندك وين تهرب ما عندك وين تهرب بابي رينا ديكلاري بابي لحقوا عندي وعندي ما عندك والو بابي عطيت له باسبور هو غير شاف باسبور شاف عندي ما واحد 30 ثانية ولا ما صرت روحي مسلسل هايدي كيفاش قعدت 3 ايام في سلوي ومن بعد من تم داوني الحبس تاع الجيش في فرساي ومن بعد من فرساي داوني لدرو حبس واحد اخر ومن بعد لما يقول صح هذا التاريخ جاء هذا الجنرال لوت روبير لوت اللي كان هذا في الجزائر وقال لي يحكي لي ومن بعد قال لي انا مانيش ضد هاد الناس هذو اللي يحبوا القره والقتيله والاخر هو اللي خرجني من السجن قال لي شوف عاود تولي الكازيرنا اتسيتيرا قال لي ما بقالكش بزاف قال لي كمل خدمة العسكرية تاعك ومن بعد حتى واحد ما يسلك هكذا كان الحل هكذا كان الحل كيف باش خرجت من السجن ومن بعد ما من تماتيك واش داوني الباترون جوانبي ردوني الكازينا يومين ومن بعد بعتوني لو كان نوري لك الصور تنخلع بعتولي شاموني لا مير دو غلاس هذه بحر تاع الثلج تاع الثلج ماشي ما قد 40 درجة قد 40 درجة ولا تما تيك سو لاطونت مع واحد البروفيسور يقول لي روح دير واحد الاخر هيك المينا ولا ماشي يعرف بوب يطرطق باش بوغ اتيدي لا مير دو غلاس لافونس على لا مير دو غلاس هذه دونك ما بقاش بقى قريب من نصها داب كلش مع لو ريشوفمون كليماتيك لا مير دو غلاس ما سي دوماج كنت نوري لك تصور ولا غير تنخلع يقول انت اللي تما تيك قل 40 درجة في الليل إيه. والحمد لله هكذا كان الحال كملت الخدمة تاعي من بعد وليت لفرنسا لباري اتسيتيرا وليت لرانس والله كي والو هاك
ما عارفين على القضيه ما عاود تخديت مع راس هكذاك رحنا ديبلاسمون في روسيا اليو اس اس على هذاك الوقت وكان الفريق الوطني تماتيك هو كان في لينينغراد حنا كنا في موسكو مبارح رحنا لينينغراد هما جاوا لموسكو وحبوا كي سمعوا انا ما سمعتش بهم بس ما يهضروش على الفريق يهضروا على ستاد دورانس كوبا وهادي راك عارف لاعبين مشهورين بصح الفريق الوطني انا ما سمعتش به وحبوا يبعثوا سعيد حداد الله يرحمه باش يديني باش يتصل بيا ويديني والمسؤول تاعهم هذاك الوقت الروسي قال لهم لا سا بو كريي ان انسيدون ديبلوماتيك هاي كيفاش ما جاش سعيد يديني موسكو هذيك خليهم بعد هذيك المحاكيه شويه وهذا الفريق هذايا نقدروا نهضروا عليه كثير هو سفير اول الثوره الجزائريه والشعب الجزائري في كل بلدان وين رحنا ما شوف ما الفريق ملي راح شوف الفيتنام ولا الصين ولا توليبي البلدان تاع اوروبا الشرقيه لا بلغاري لا روماني لا بولون لا هونغري لا تشيكوسلوفاكي لا يوغوسلافي واليو ار اس اس بيان سور هذاك الوقت دار دور ما شاء الله دار دو تورني ماشي واحده الاولى 59 والثانيه 60 الثانيه كنت معاهم الاولى ما كنت في السجن ما قدرتش مي لليوم مازال يهضروا على الفريق هذا القدامى مثلا الجريدات اكسترا شافوا اللعب والاخر كنا نكون محترفين مات كي يكون بنتيفور سبعت بوشاش مخلوفي لي سوكان لي زيتوني لي بوبكر اللي كانوا لاعبين ما شاء الله ما شاء الله كانوا كل بالك في الفريق تاع 58 بالك كانوا يكونوا زوج ولا ثلاثه دونك كانوا زوج ديجا مخلوفي وزيتوني زيتوني كان تيتولار ومخلوفي كان في 22 دونك بالك كان يلعب ما حسيوش هاي لك الفريق هذا ما بصح نوليو شويه لور ولا تسامح قبل الفريق هذا قبل الفريق جبهه التحرير الوطني لكره القدم كان فريق الجيش ماهوش فريق وطني كان فريق جيش اللي يلعب غير في تونس او عندي الصور هنايا ومن بعد فريق اخر مع زرار وكريم ولاعبين مشهورين اللي كانوا تماتيهم ومناضلين هذوك راحوا لبلدان عرب داروا دور ما شاء الله كان فريق قوي هذاك فريق جيش تحرير الوطني يخدم في تونس هذاك دار دور كبير راحوا للعراق راحوا سوريا راحوا في مصر في ليبيا لعبوا في تونس كذلك والحق كما يقولوا احنا ما شفناش بس عندنا الهضر في لاباز تماتيك في تونس دخلوا بزاف الدراهم ودخلوا بزاف السلعه اكسترا هذيك هي لا بروباغاند تاع الجبهه الجبهه كانت في العالم كل شوف ما كانش بلاد في العالم وين ما كانش ان ريبريزونتون على فلان ولا زوج عساسي ما كانش لا فلان جبهه التحرير الوطني لليوم مازال يهضروا في شي حاجه ما والحمد لله لو كان ماشي الباول ولا بيان سور كاين الجيش تاعنا الجيش التحرير الوطني اللي ما نساوهش والله يرحم الشهداء مليون ونص شهداء ماشي حاجه خفيفه العالم كل مازال يهضر عليه وحنا مازلنا نهضروا عليه والله يرحمه ويمشي عليه ولو كان ماشي شهداء هادو واللي مازال في الحياه ما بقاوش بزاف يعطيهم صحتكم وطول العمر ان شاء الله وتحيه الجزائر امين ان شاء الله يا كي كان الفريق تاع المنتخب تاع جبهة التحرير الوطني كان كما قلت انت كان سفير للجزائر شفنا يعني مع شخصيات عظيمة في التاريخ شفنا مثلا مع هوشيمين شفنا في جنوب افريقيا ايضا حتى بعد سنوات وسنوات نيلسون مانديلا ما نساش طبعا وحتى نيلسون مانديلا ما نساش نعم شوف ما كاش بلاد وين الرئيس ولا الملك ما استقبلش ومن بعد نوريكم تصاور مع دياب مع وشيمين مع الملك حسين هادو كل استقبلوا الفريق حتى في
نهض نوليو شويه في ليبيا. ادريس اول كذلك هو جزائري. كي كنا نمشيو ليبيا ما تشكرش ما يشغل حتى ما يشغل فوق راسه. ما كاش مضرب وانت تدخل حانوت ولا تدخل قهوه ولا وين تروح يقول لك ما تخلصش. حتى ولينا نستحيو ولينا نقولوا هذا ما نخرجوش خير باسكو وين تروح تروح تشري حاجاك صباط يقول لك ما تخلصش. شوف باك نولي ومن بعد السجن تيرا كي خرجت كذلك عاودت اتصلت ب عرفت زوجتي تيرا هذيك حاجه اخرى مع ابن عبد الله كانت هي الكاتبه تاعو زوجنا تيرا الحمد لله. وانا كنت نعرف خوها هنا نخدم معاه خوها كونداني امور والمراه كونداني امور اللي كان هو اللي كان كنت نخدم معاه هنا في الجزائر وما كنتش عارف ما كنت سامع. لو كان كنت سامع واش راه يدير سنولي هكذا هي ولا واحد النهار بعثني ميسيون ماشي اختار ماشي زوج نروح معاه في الكاميونات يدي لي كاركاس دو بومب وين يديهم يقول لي هو كان يديهم مع الطالب الله يرحمه طالب عبد الرحمن هو اللي دير العقاقر هو كلش ما يقوليش ما قاليش انا هو وعلاش على خاطر ان احنا الحق الناس كلها كنت معروف بالبزاف باسكو لعب في فريق قوي في رايس سو سانتوجان دوغ بلوغين وانا اللي كنا ما كاش اللي ما يعرفنيش هذاك الجزائر كانت صغيره ماشي كيما دوغ هم يعرفوني وكل شو سوا البوليسيه ولا يوك واحد النهار مع الصباح نروح ديما نشوفو في سانتوجان ريدي بال عنده تما ديك لا سيري تاعو يخدم يوجد هذا البومبات ولا قلنا قنابل هادو ويديهم عند قال لي ما عندك شغل صباح قلت له لا وانا عندي فيسبا ذاك الوقت الفيسبا كانت قال لي شوف روح بلاصه العود هذاك ما نقولوا صح شو هذا بلاصه العود او واحد يستناك تما ديك يعطيك بطاقات قال لك الحق حكمت الفيسبا جيت رايح 5 دقائق بلاصه العود ماهيش كان واحد تماتيك ببواطا هكذا في يخايل شافني لا هو يعرفني انا ما نعرفوش اعطاني البواطا هذاك و وتشو ما شفتوش حطيتها في الباكاج ما شافت زيرت عليها مولي داخل حبسوني بوليسيه في بيليسيه ديما تما كيما راهي لا دي جي اس صندوق كان ديما باراج فيكس من الفوق ومن تحت ما كاش دعوة مزيرة هادي في 56 الدعوة كانت سخونة ادوات بابي عطيت له كواغت وانا ديما الكارطة تاع لا يسوسو تاع الفريق معايا السيد بوليسي سيبورتر تاع شوف ربي كيما ما فيها غير الخير سيبورتر تاع لا يسوسو هاي Oh, moi, où je m'en viens? Ah, ça va, ça va, oui, ça va. Alors, allez, qu'est-ce que tu as là? C'est une boîte de gâteau. Et dans le coffre, il n'y a rien. Tout là, il y a la clé à bouger. Il y a des choses qui sont maquillées. Allez, alors, on gagne dimanche. Tout bien sûr, on gagne dimanche. On va gagner. Allez, alors, ça va en forme. Tout ça va très bien. Allez, bon, alors, à dimanche. J'ai très bien. Qui est le hack de l'atelier? اللي ولا نسيب يوم بعد باسكو هذاك الوقت كنا غير حباب كي وليت حبس قال لي واش ما حبسوش ما قلت له سي حبسوني في بيليسي عمل دوك يحبس قلبو قال لي ما شافوش واش كاين في البواطه قلت له قلت لي الكاطو قال لي شوف طلع حال الدار حنا كان عندنا جنان كبير تاع خالي الله يرحمه ما نساش خيره قال لي شوف دير غار وخزمها هي كانت الماشينة وليفيتي بالعربية اللي دير لي طرك ويحوسوا عليها ليل ونهار هيا شوف كان كنت ربي سبحان الله ايه كانوا يعرفوا يخدموا يعرفوا هذاك الوقت شوف المناضلين اللي كانوا هنايا في الجزائر في كل مضرب هنا ولا في الخارج وعلاش الثورة نجحت كان سر كبير وكان نظام كبير ونشكروا كل مشيرين هذاك الوقت وتولي لي ريسبونسابل
ومن بعد كي جا جي بي ار وهذه هذيك حاجه اخرى. مين نهضر على هنايا في الجزائر في الشرق في الغرب من الشمال الجنوب كانوا في يافا دي ريسبونسابل اكسترا اوردينير والحمد لله لو كان ماشي هكذاك ماناش مستقلين صح مازالنا تحت والحمد لله والحمد لله. تاريخ جبهه التحرير يعني صح لحق القضيه الجزائريه يعني صح سياسيا السياسيين الجزائريين هذاك الوقت المجاهدين والشهداء ربي يرحمهم لحقوا القضيه الى اعلى مستوى في اكبر الدول وفي اكبر الهيئات العالميه لحقناها حتى ايضا ادم دوق لحق تحت القضيه حتى لونيو القضيه الجزائريه غرس الفريق جبهه التحرير الوطني اللي في العالم كله ومناو علاش احنا ما كانش عندك الوقت سفير ما تسمعش به كان يخاف كان عنه مسؤولين في كل مضرب في كل كيما قلتها بلاد ما كانش بلاد ما كانش كابيتال ولا وين ما كانوش بصح يخدموا دونومبر كيما نقولوا في ستير كبير ويخافوا هذاك الوقت كان لاماروج كان هذا مي ما كانش سفير دونك سفير اول اللي عرف بالشعب الجزائري باسكو حنا كي نقولوا لهم في لافريك اسمع مليح ماشي بلاد ماشي زوج منين نتوما من لافريك من الجزائر لالجيري فوالا لالجيري فوالا فوالا يا كذا وكذا ما يسمعوش بالالجيري ما كانش هذاك الوقت ما كان لا صور لا كاميرا لا تلفزيون ما كانش كان لا راديو هذا واش كاين بون ما يسمعوش كي تقول لهم فوالا لالجيري هايليك الجزائر هايليك في لافريك في افريقيا يقول لك كيفاش ما راكش تحل هما لافريك بوغ سي دي نوار لو ما تفهموا تقولوا برا كاين المغرب المغرب كاين حنايا كاين تونس كاين ليبيا كاين مصر هادي هاي ديك هادو كل جنس واحد باش يبداو يفهموا لو كان ماشي هكذاك دونك هذا هو الخدمه تاع السفير وحنا الفريق هذايا يلعب دي فوا خطرات قدام 10000 دي فوا 20000 دي فوا 80 لعبنا حد 80000 متفرج بون كي يشوفوا اللعبه يا عياو يعيطوا لنا لي ديامون برون في الاخر في رومانيا درنا هذا المباراه داروا انا ما لعبتش هذاك النهار شوف ما شكر وداروا مع يوغوسلافي كذلك ما لعبش كنت مجروح انجرحت في توزلا مع يوغوسلافي 5-2 هذيك اللي تقعد في التاريخ لا بلغاري كان مي سي سورتو لا يوغوسلافي يوغوسلافي يعني فريق قوي 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 بالبزاف في يوغوسلافيا هذاك الوقت 5-2 ماهيش حاجه وكانوا 80000 متفرج كانت مباراه قبل منها دي بريزيليان شافوهم الناس خرجوا قال لك شكون هذا ما كاش ما بدات المباراه شوف ميم با 5 دقائق ديجا دو بوت الناس يصفقوا عاودوا ولاو سمعوا التصفيق والاخر عاودوا ولاو الاستاد تعمر كان قريب واحد قول 60 ولا 70000 متفرج هكذا اللي في لا يوغوسلافيا هذيك لا يوغوسلافيا هذيك باش تشوف كاين حاجه برك تحط بالك عليها اللي اذا عندك معلومات عليها جاوبني اذا ما كانش معليش مشكل في الدول تاع حلف وارسو واجهتوهم تقريبا كامل ما عدا المانيا الشماليه لايردي هكذا بالك شنو السبب زعما علاش ما فهمناش ما بالك ما اتصلوش بهم ولا ما باسكو المانيا سي كيف كيف سي كوم سي كوم تو لي البلدان الاخرين يوغوسلافي ولا سي سي تي الاي ار دي ا بون بالك هذاك الوقت ما كانش عندهم كره قدم ولا ما لا لا ما اتصلوش بينا لو كان اتصلوا بالمسؤولين ولا كل كان الفريق يروح كاين على كل حال حنا على بالنا بلي كاين مجهودات كبيره راكم تبذلوها باش تعرفوا دائما للاجيال هذه اللي جايه لهذا الفريق التاريخي الاسطوري للجزائر لكن رغم ذلك حنا على كل حال توجهنا سالنا بعض الشبان الصغار مام دي جون هكذايا سقسيناهم على فريق جبهه التحرير بعض الاسئله هكذا اول منتخب لعب ضد فريق جبهه التحرير اللاعبين كاين اللي ما يعرفش يعني في رايك انت وشنو هالاسباب اللي خلات حاليا لا جوناس هذه اللي راهي طالعه ما تعرفش من هي دوك لا جوناس هذه الله غالب ما ما ماهيش ماهيش كيما نقولوا بالفرنسي سي با سا فوت
يزم المعلومات، يزم كيما انتم التلفازة لا راديو لا بريس، ها التاريخ وشنو هو؟ ما يقراوش التاريخ، شبيبه ما يشتقراش التاريخ، شبيبه الى تيادوغ بالفيسبوك وما يشعرب بوش ما في الفيسبوك. راك تشوف الفريق راهم يحضروا عليه تيتيرا فيسبوك ولا انا خاطيني هالسوالح هذو ما نعرف لهم شو كل، مي راني نشوف اولادي صغار الجيران صحابي اللي راهم استوهم من الصبح لليل وهما في صح. ها صح، دونك هي دوك هذه التاريخ، التاريخ يلزم في المسيد، المسيد ما قرا ما شو ما كاش سقسينا حنايا ما كاش تاريخي اللي يهضر على الفريق جبهه التحرير الوطني لكرة القدم. اي سا في بارتي دو لا ريفولوسيون الجزائريان اليوم بلا الفريق هذايا حنا نقولوا كان سفير اول الشعب والطورة الجزائريه ما يعرفوناش خلاص ما يسمعوش بالجزائر. ها فرنسا وانخلعت بعدها شوف الطورة الجزائرية هي واحدة في العالم، جياب قالها وشيمين قالها وآخرين قالوها، ما كاش طورة. وعلاه؟ شوف ادينا الطورة في قلب العدو، شنوا ما داروا ما جاوش لفرنسا، فيتنام ما جاوش لفرنسا، حنا دينا ما بين ما حاجة أخرى سياسيا ولا بيتا هاك عارف في فرنسا الولاية السبعة دارت دور كبير. الولاية السبعة المناظرين تاع الولاية السبعة ما نساوهمش، وشوف غير 17 أكتوبر وكيما جاز ها صار ما صار. ها شوف موربيان، شوف هادي، شوف هني. لو كان دوك نقول لك أنا كيفاش كنا نخدموا مع زوجتي ومع بن عبد الله مع الكوليكتيف تاع المحامين، ها باسكو أنا بنادم دوك شوف شوف أنا يعود بالله يعود بالله كلمة تاع أنا ما نهضرش بلا شهادة، تحضر هايليك 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 وين كنت نهضر وين كنت وين ما كنتش الله غالب، نقول هضروا الناس وسمعت ودني حاشاك هذا مك بما كنتش هذوك. أنا نقدر نهضر على المعركة فلانية مع فلان وفلان، ما أنا سمعت تاريخ مكتوبة اتسيتيرا بما كنتش ما كنتش. دونك حنا كنا اللي كنا حاضرين نقدروا نهضروا أنا مع زوجتي مع الآخر مع كيفاش شكون اللي كان مسؤول، كنا خمسة مسؤولين أوفان مسؤولين اللي وجدنا هذا الفريق هذا. كان شوف بومزرق اللي عجبته الفكرة، عريبي بن تيفور، عريبي أنا والدكتور مولاي، ما كانش واحد يقول لك يكذب عليك، كاين اللي يحبوا يقول لك أنا لا 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 وين كنت؟ في عمري ما شفتك، في عمري ما اجتمعت معك، كيفاش انت تهضر على حاجه اللي هذه الطوره التاريخ، التاريخ ما تكذبش عليه. دوك ولا عندك حاجه بالك غدوه وكاش واحد يجي يقول لي فوالا نقول له وي صحيحه ها ما سمعناش به باسكو مي بالك بالك ربما ايه مرحبا به وكونتر ها ايه. دوك ما نساوش ما نساوش المسؤولين تاعنا الحاج علام ها اللي كان مسؤول ما شاء الله مسؤول سياسي، طالب شعيب كذلك، السي مصطفى فروخي الله يرحمهم وكل هادو كانوا مسؤولين ما شاء الله ما نساوهمش خلاص. ها مصطفى فروخي اللي راح ومات في الطياره اللي تعرفوا هو وفاميلتو كان راح سفير في لاشين طاحت بهم الطياره، الحاج علام توفى هنايا دونك هادو مسؤولين كذلك مسؤولين سياسيين. وما نسوش الحكومة تاعنا تاع جي بي ارا فرحة عباس وروح 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 فرحة عباس يهضر على الفريق يقول لك هذا الفريق قدم الثورة الجزائرية بعشر سنوات هادي هو اللي هضرها، هذا بن خده هضر عليها وكل كل مسؤولين. دونك كي تشوف وعمران كيفاش كان معنا الله يرحمه كوموندا عز الدين مازال في الحياة كان يجي هو يقول لك ها ايه وانا المسؤوليه راك عارف. ومن بعد كي خرج من السجن سيتيرا مع زوجتي سيتيرا كان عندنا هاد لا ميسيون هادي الاخرى اللي لحقنا اللاعبين اللي بقاو لحقناهم لتونس والحمد لله
وبالطوموبيل الصغيره تاعي تيرا هذيك راكو عارفات تاريخيه عندي في الدار هي جديده جديده والله جديده مازال هي هي والحمد لله معليش الان في رايك انت واش لازم علينا نديروا الان باش تما الاجيال هذه الصاعده تعرف فريق جبهة؟ شوف هي ما نقولوش حاجه سهله ما بصح تاريخ كل تلفازه ها ماهوش غير الهداف ولا هادي يلزم يكون اون ايميسيون على التاريخ ماهوش غير كرة القدم سي سا غير دي ريبيتيسيون باش اليوم ما سمعش بالك غدوة يسمع بالك غير غدوة يشوف وهي تكون سي بيرمانون التراث سي بيرمانون شوف مازال مام في البلدان اخرين ولا ما او في فرنسا مازال يهضروا على 14 18 على 36 على 40 وفي المسيد كذلك تروح ما كاش مسيد اللي يهضر التلاميذ اللي يهضروا مع الفريق جبهة التحرير الوطني عندنا غير في لينيفيرسيتي هاني نروح البارح كنت هيك البارح نروح الحمد لله هم يعرضوني ونروح نحكي ها كيما راني نحكي لكم هنا على الفريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم وعلى الثورة بس كاع عشناها احنا ديما شوف كيما كنا نرحموا ديما على الشهداء لو كان ماشي شهود الله يرحمهم لو كان ماشي هما مالناش هنايا حنا رانا سلكنا الحمد لله ها رانا مازلنا في الحياة ها واش نتمناو ذوق بلادنا نتمناو للحكومة ولا كل واحد واش يقدر يجيب ما واش مصبح للي غير الكريتيك وتحب هادي وتحب هادي وما كاش هادي وما يا صح ما كاش من بعد ها ايوا يا بنادم رانا نشوفوا واش صاير في العالم حنا نقولوا نعاودوها الحمد لله في الجزائر ها واش نحبوا نحبوا نطيروا ولا ها لا لا الحمد لله الحكومه تخدم الناس كلهم يخدموا سمعت تروح وين تروح دون توت لي زادمينستراسيون اي ماشا يا كي يكون واحد ولا زوج ما سي نورمال ها وعندكم في التلفازه لا ميم شوز سي ديما واحد لا والحمد لله الحمد لله في هذه الساعه احنا نتمناو النجاح ان شاء الله لهذا الملاقات تاع الكونغري هذا تاع ان شاء الله يكون يجيب لنا خير ان شاء الله والحكومه تاعنا نتمنى له النجاح راهم يخدموا الناس ما بالك ما ناش عارفين كل واحد كيفاش احنا رانا نشوفوا رانا نتبعوا والحمد لله الجزائر تقدم شويه بشويه ما نحبوش في نهار نبدلوا كلش ماشي في نهار يا كيما يقول الاخر يا دي وي دي با نشوفوا العالم كل ماشي غير هنايا امام البلدان اللي مقدمين بل بزاف وعندهم مشاكل صح ايه يقول لك لا الحمد لله دوك ولا نحبوا نتقدموا لازم الخدمه لازم نشطوا ونتقدموا ها اللي عنده حاجه يقدر يجيبها يجيب بسم الله ايه انت عندك حاجه بالك ما حتى واحد ما خمم عليها ونتمناو للرئاسه للحكومه تاعنا نتمناو من النجاح هم تبون نمسي تبون رئيس الجمهوريه وكل والزملاء تاعو كل واحد واش راه يجيب كل واحد واش يخدم وني ما حبش يخدم وعارف واش راه يدير بها يقول له روح ريح على هذا ما كان ماهيش حاجه تاع ها احنا ماناش سياسيين الحمد لله احنا سياسه في الرياضه في التاريخ هذا نهضروا حاجه اخرى ما اللي ما نقدر لهاش انا دوك غدوه نقدر على السياسه ما السياسه هو اللي يحكي السياسه هو اللي يهضر على السياسه انا هضر على الرياضه على كره القدم على كره اليد كره السله على يقول كما ولا هذا نقدروا نهضروا عليها وحاجه اخرى رانا هنا باش ندعموا باش الحمد لله ها اللي نقدروا نزيدوا نجيبوها مع الشبيبه ايتترا نفهموهم بلي حاجه ما تجيش في نهار ما تجيش في نهار يحبوا سي فغي الناس شويه يشوفوا كيما قلت لك تشوف مع فيسبوك مع راهم يشوفوا العالم كل يحبوا سي نورمال هي حاجه ما ها اكيد ما فيها تعيب ممكن نقول لك مثلا ربما تحكي
تحكي لنا مثلا من انيكدوت كيفاش زوب الله يرحمه غير كما توفى ربي يرحمه ان شاء الله، كيفاش مثلا زوب انت حق بالفريق؟ شو نو زوبا حاجه اخرى، ما كانش هو ما كانش محترف، ما كانش محترف بون شاف مع واسمو يا ربي اني سيت اسمو اللي اتصل به مناظر في فرنسا اتسيتيرا، هو كان مع زوزا وشكون بون اتصل بهم، كان يلعب في نيور، هو ما كانش في نيور، كان يلعب في فريق صغير بون تلاقاو ما شاء قالوا كيما بوشاش كيف كيف بوشاش دو ماشي بوشاش ان، بوشاش ان كيف كيف ما كانش يلعب، مي جا مع خوه ايه دوك هادو اللي اتصلوا بهم اللي جاو مرحبا بهم، مات كان دغنا هضروا غير على زوبا ولا اخرين اللي بوشاش اللي سوكان مات كيفاش جاو كيف انا سوكان بوشاش زوجتي هي اللي اتصلت به شكون يعرفوني لا ديرنيير ميسيون اللي درنا لاعبين وكل زوجتي وانا انا بعدتها رحنا للوهاف انا حبست في واحد القهوه وقلت لها روحي عندو مونترينمون جيب زي روحك بوسا كوزين تقولي فاميليا وهكذا كان ماشي انا اللي شفتو زوجتي هي اللي راح شفتو بيسكو لا ميسيون لا ديرنيير ميسيون تاع اللاعبين الاخرين مع عند بن عبد الله والجبهه بيان سور عطانا مسؤوليه لزوجتي وانا ميسيون ما كاش دير هادي دير هادي دير هادي الدراهم كاين هادوك اللي فارين انتصروا باللاعبين كيفا وعندي كلش هنا ما كيما قلت لك قبيل بلا بيان ما نهضرش غدوه واحد يقول لي كيفاش نقول له هاولك هاو البيان ما ما شوف الكذب ماشي مليح الزياده تزيد كذلك ماشي مليح غدوه انا نقول لك انا كنت في الفريق الوطني كنت طاير انا كنت لعب كيما الاخرين خطرات اللعب خطرات ما نلعبش هو المسؤول هو المدرب هو الصح انا ما كان كنحكي مثلا الان كاين لاعبين ما شاء الله ممتازين في المنتخب الوطني الحالي والشباب تاعنا مولع بهم يحبهم بزاف وكنقول لك مثلا رياض محرز اللي غني عن كل تعريف طبيعه كان وكان ناخذوه مثلا الحقبه تاع فريق جبهه التحرير ندوه 57 ولا 58 يجيب بلاصتو مثلا تم ولا شكون اللاعب اللي عنده طريقه لعب قريبه لمحرز لا لا شو ما نو ما نهضروا على محرز محرز عنده امكانيات ما شاء الله شوف كان باغ اكزومبل نقدر نهضر على سوكان عبد الرحمن ولا على مخلوفي ولا على بوشاش كان عنده امكانيات اللي محرز ما عندوش نشوفوا بوشاش حسين وكان حضروا المحاكيه تاع كاشين على دي بالك طويله محاكيه طويله مخلوفي تاع نهضروا على لي زاتاكو ماشي على المدافعين ما نهضروش على زيتوني وفلان 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 على ابو بكر ولا ما نهضروا على المهاجمين كيما مخلوفي كيما مخلوفي شوف سوغ على 300 مترات ولا 400 مترات ما كانش واحد اللي يحكمه ما كانش امبوسيبل كاش وبوشاش الفن تاعو وحده هذه محاكيه طويله كيفاش جا مسكي كذا كيفاش لحق كيفاش انا هو اللي اتصلت به الاول دونك نقدر نهضر عليه لا محرز لاباس به لا شوف كرة القدم كل وقت ووقتها هذاك الوقت كان هاك كيفاش كنا نلعبوا نجري ودي ما شاء ودوك كاين حاجه اخرى سي تري تاكتيك سي تري تو تي تي تودي كلش لازم دير هادي دم هادي راك هنا سي دي بيون دعوه رانا نشوفوا ما نكذبوا على روحنا ولا ما نقولوش محرز ماشي مليح ولا بن ناصر ماشي مليح ولا هاد لا كل وقت وقته كرة القدم كيما بدات 1887 كانت هكذا ومن بعد ولات هكذا وبشويه بشويه دوخا وشوف وين راه. نحكوا على بن ناصر بما انك ذكرت بن ناصر عنده واحد الخاصيه هذيك يلعب كيري يعني يلعب سيت ان كيري بن ناصر انتم في هذاك الوقت هذه الحاجه اللي كنتوا تمتلكوها وي احنا هذيك دابش الحراره الروح الوطنيه اتسيتيرا في التيران ما كانوش لاعبين ما كانش انا من الاول ما كندخل الميدان باش نكيرا ماهيش كاش وبن ناصر أني أشوفوه الحمد لله ما شاء الله
ما شاء الله راك عارف شامبيونال البطوله تاع الطاليانية ماهيش سهله ماهيش سهله ها ماشي بطوله تاع فرنسا ولا تاع حاجه اخرى ها الدعوه اذا بتكون قادر كيما نقولوا ولا جبد روحك كان هكذا واحد الله يذكره بالخير واسمه يا ربي بوزيد الياس بوزيد كان معايا في الفريق اسبوار رحنا للجابون رحنا كل مضرب فرنسا عرب الحق جبنا النتيجة ما شاء الله يشوف اللاعب هكذا يقولوا قادر ولا ماشي قادر يقولوا ولا ماشي قادر روح ريح الله يذكره بالخير وفرق لي مولاي اسمعني نوصلوا له السلام والحمد لله لا احنا الحمد لله لا كما قلت انت صراحة لا الوقت هذاك والوقت ماشي كيف ماشي كيف شوف الوقت هذاك شوف حنا كي كنا نقولوا المحترفين تاع هذاك الوقت ما كان والو نلعبوا التدريب كنا ندربوا ثلاث سمانه ما كان تدريب ساهل ماهيش حاجه تاع ماشي كيما دوق دوق حاجه اخرى ها دوق حاجه اخرى سيتي لو بليزير اه سيتي لو بليزير سيتي دو جوي بلا بلا نلعب يافي دي غران كلوب يافي مي كاش دوق راك عارف الدراهم بزاف باسكو سي لي ميسان لي راك عارف دراهم كبار راهم في كرة القدم تحكم تو لي 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 الفريقين هذول صحاح ما كانش دراهم في وقت شوف هذا كوبا اللي كان انا نوريها وعندي الجريدات يا سيتي راه شوف فينسون فونتين وانا سقى منا 32 مليون لصاد دورانس 56 32 مليون واش هو 32 مليون هذا كله ها 10 و 12 مي كانوا دراهم هذاك الوقت تشري دار مليون دونك باش تشري دار يلزم لك برديده ايه والحمد لله نو كل وقت نولي ديما كل وقت وقته ها واللي فات وقته ما يطبع في وقت الناس ها خطرات يجيو يقولون انتم واش حنا كنا صحه وقلنا ما نقدرش نقول انا كنت خير من هذا ولا كنا خير ولا لا هذاك الوقت تاع الكرة القدم كيفاش كانت ودوك راه كيفاش راه ها هذوك ما تزغوتش ها هم 10 اللور 10 القدام ها حتى 11 دوك ما لا 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 حارس المرمى ها يلعب معك بكري ما كانش هادي حارس المرمى عنده المرمى تاعو هذا ما كان ها ما يلعب برجلو ما يلعب براسو ما هكذا ولا دوك راه يلعب سي الاونزيام هوم راك عارف طون زون طون نتبعو كمان كي تكون زوج ها زوج على واحد شكون اللي يربح الزوج هادو ولا لا ايه والحمد لله الحمد لله معوش شرف لينا اننا معك يا خويا نتمنى لكم النجاح وسلمونا على الجماعه وكل تاعكم ها وكملوا هكذا وما دابينا حنايا تحضروا على التاريخ موش غير على كره القدم مي التاريخ ماشي غير كرة القدم بون رانا نهضروا اليوم على كرة القدم على الفريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم داكور مي انتوما التلفازة انتوما اللي يلزم الميساج يلزم يجوز يفو غاباشي بس الشبيبة هادي اسخالي كوت ها اسخالي كوت و الشبيبه هذه شوف والله غير عندنا شباب شوف لابد نقولوا كاين هذه حبيبات في كل بلدان هكذا ماهيش غير هنا تروح سويسرا ولا تروح لاسويد تصيب ها ايه والحمد لله احنا ماذا بينا احنا نشوفوا غدوه بلدنا في مستوى عالية ها عندنا كل خير ها ونتمنى النجاح هذا مكان كل خدامين كل ها في هذا أول نوفمبر هذا ها الله يرحم الشهداء هذا وشو اللي يبقى والله يعطيهم صحتهم طول العمر
وكاين مناضلين الحمد لله في الجزائر، انا الناس هاي تخدم كيما نتوما راك لو كما كلش. ها نتوما اللي راكو ديو الاخبار. ها لازم الشباب يلزم تلحقوا الميساج يلزم ان شاء الله بربي ان شاء الله. بارك الله فيك. تهضر بلا بيان ما تهضرش صح. ها لو كان دوك تقرا هادو شو مليح لتحت شكون ما نقدروش نكذبو. ها دولة جزائرية ها ايه. ها شي هادو شوف باند كيما قلت قبيل بلا بيان ما نهضرش. لا درش تو سا سي لي فري دي ميشيور شوف تو كل شهاده يروح الجي بي ار بفرق بفرق تاعنا تور دو فرانس دينا ملوعة ماحي ما جاش لي كونداني ما شاف حبشي تي غفتك حاجة بوشاش ما عمارة كروب لا تور دو فرانس درت هكذا نون ستوب 48 اور ما تدخل القهوة ما تيغيب ما ضامت على بالي بو بابي اشري لي ساندويتش كازوزا قهوه سي دي بروف ما كاش ما اي كي مي يقول الرومي ايريفوتابل ما كاش ها